وللمزيد حول حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور ليطلعنا على آخر التطورات. زملائي الأعزاء، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، الجهود المصرية مستمرة على مدار الساعة، سواء على مسار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية لقطاع غزة عبر المسارات الثلاثة المعروفة، الطريق البري والبحري والجوي، واليوم يمكن معبر رفح عبر ما يقرب من 150 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم، و107 شاحنات من منفذ العوجة، وأيضا مرور 4 شاحنات للغاز و3 للسولار عبر معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة. أيضا معبر رفح يفتح أبوابه أمام الجرحى والمصابين الفلسطينيين. حتى الآن استقبل المعبر 16 مصابا و16 مرافقا لهم، وأيضا المعبر يفتح أبوابه أمام حركة أو خروج مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات الأجنبية والمصرية. على أي حال، الجهود المصرية لا تقتصر طبعا على إدخال المساعدات، ولكن هذه الجهود تمتد داخل قطاع غزة. بنتحدث عن فريق من الهلال الأحمر المصري مكون من 20 فردا ما بين شباب وشابات وسيدات ورجال، دخلوا إلى داخل قطاع غزة إلى خيام النازحين هناك، تحديدا في مدينة رفح الفلسطينية، في إطار الدعم النفسي والمعنوي لهم على مدار الساعة، وذلك لتخفيف الأعباء النفسية العصيبة وصعبة جدا كنتيجة لويلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني، نظرا يعني تزايد الإصابة بالأمراض النفسية والهلع والخوف والقلق الشديد نتيجة عمليات القصف المستمرة والوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي. فالهلال الأحمر المصري جنبا إلى جنب بمساعداته المعتادة للمخيم الإغاثي السياني الذي تم إنشاؤه وامداده بالطعام والشراب وكافة مستلزمات الحياة، اتجه نحو أو باتجاه جديد، وهو عملية الدعم النفسي والمعنوي لأطفال غزة تحديدا وتخفيف العبء عن كاهلهم. خليني أركز على خبر مهم، وأنه غدا هناك زيارة مهمة جدا لوفد البرلمان الإيطالي، ويمكن إيطاليا من الدول التي كان لها موقف واضح منذ بداية الأزمة، وهو المطالبة بوقف إطلاق النار وأيضا سرعة إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية. هذا الوفد البرلمان الإيطالي ستفقد المساعدات الإنسانية داخل المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، ثم بعد ذلك سيتوجه لمعبر رفح حتى يلتقي بعدد من مسؤولي ومنسقي الشؤون الإغاثية والإنسانية العاملين بالأونروا للإطلاع على الوضع بشكل تفصيلي داخل قطاع غزة. إليكم الزملاء في الاستوديو.